أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر مبادرة إطعام في مصر تحت عنوان خيرك سابق، بهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 5 ملايين أسرة على مدار العام. أوضح التحالف في بيان له أن المبادرة يتم إطلاقها ضمن أنشطة التحالف الرئيسية التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال تحقيق الأمن الغذائي للأسر المستهدفة، حيث تم التخطيط لها لتنطلق في التنفيذ عبر مستويات 3. أشار التحالف إلى أن مستوى التنفيذ الثاني هو توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر المستحقة في منازلها وفق قاعدة بيانات التحالف الوطني.